بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الكل ينتظر موقف النادي الاهلي بعد القرار اللي اتخذ النهارده. قرار اللي اتخذ النهارده قرار بان مباراه النهائي دوري الابطال هتلعب في المغرب في استاد او في ملعب مركب محمد الخامس. عايز اقول لحضراتكم وكالعاده وزي ما احنا متعودين، موقف النادي الاهلي الرسمي سيتم الاعلان عنه خلال الايام القادمه، ممكن النهارده ممكن بكره ممكن بعده، هنشوف. ليه؟ لانه النادي الاهلي وكالعاده الحقيقه وزي ما حضراتكم متعودين ان مجلس اداره النادي الاهلي يتأنى تماما في اتخاذ قراراته عشان يقدر ياخد القرار اللي فيه المصلحه العامه لكل جماهير النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي. وبالتالي القرار الرسمي اللي هيتخذه النادي الاهلي هيبان خلال ممكن النهارده ممكن بكره ممكن بعده. اول ما يصدر هذا القرار او هذا الموقف الرسمي من النادي الاهلي هنقوله لحضراتكم مباشره من خلال قناه النادي الاهلي، ولكن اي حاجه هقولها خلال الفتره اللي جايه فهي لازم اتكلم فيها، ولازم انا كرجل اعلامي في قناه النادي الاهلي ان انا اتكلم في هذا الامر. لكن الموقف الرسمي هنشوفه زي ما قلت لكم بعد ما ان شاء الله خلال الايام القادمه هنشوف الموقف الرسمي للنادي الاهلي في هذا الامر.